نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا هنبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها وزارة الداخلية وصلت امبارح رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، مع تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية. كمان امبارح وزارة التضامن استعرضت تقرير عن مبادرات وخدمات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة خلال الربع الأول من عام 2024. قالت الوزارة أن المشروع مستمر في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية في جميع المحافظات، ووصل عدد المستفيدين من خدمات المشروع 100,000 مستفيد ده خلال الربع الأول من عام 2024. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها مواصلة كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية للحفاظ على النظام وتحقيق الانضباط لحماية وتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. أيضاً واصلت الداخلية تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية والمرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن، مع وضع ارتكازات أمنية بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية أمام المنشآت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائي، والتي تعد مقصد رئيسي للمواطنين خلال أيام العيد، فضلاً عن الانتشار الأمني بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وأيضاً نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل ومتابعة التزام المراكب والعائمات النيلية بضوابط وعوامل الأمن والسلامة. كذلك شاركت الوزارة المواطنين لاحتفال بالعيد من خلال فرق من موسيقات الشرطة بعزف مقطوعات موسيقية متنوعة في العديد من الحدائق والمتنزهات العامة التي تفاعل معها المواطنين. امبارح استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي تقرير عن مبادرات وخدمات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة خلال الربع الأول من عام 2024، وقام مشروع مودة بالاستمرار والتوسع في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية واللقاءات التدريبية من خلال مبادراته المختلفة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ووصل عدد المستفيدين من خدمات المشروع إلى ما يقرب من 100,000 مستفيد خلال الربع الأول من يناير لمارس من عام 2024. امبارح وصلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية تجهيز مساعدات بتشمل أدوية وإسعافات طبية ومواد غذائية وملابس وبطاطين لإرسالها إلى قطاع غزة.